ترى كان زعلان نرضيك ابو يوسف. لا من جد في فقره مهمه اليوم، في فقره مهمه اليوم لم تظهر لاي سبب، لم يعلن لماذا لم تظهر. فقره صاله التمييز وفيها شكل انقاذ، الجمهور مش من حقه يسال صح ولا لا؟ ليه حق يسال؟ المشكله ممكن يصير اي ظرف، اعلن ايش سبب الفقره ما ظهرت، ايش صار، ايش وضع الشيك. طيب لا تستبق الاحداث يا ابو يوسف، باقي يعني انتهى وقتها الفقره، انتهى الوقت. الفقره المفروض في الساعه 8 او 9 يمكن يصحون بعد شيء يعتذرون. من اللي يصحى؟ الفريق السوشيال ميديا من اول البرنامج يمكن يصحون على واحده كذا، يمكن يصحون وبيعلنون ان شاء الله. فريق السوشيال ميديا في نهايه فقره العمده في اخر 5 دقائق من نهايتها اعلن الان فقره العمده. فقرتنا الى الان يمكن عندهم النت ولا النت تعبان ولا في شيء. التمس عذر يا رجال، سهلها تتسهل يا رجال، عقدها تتعقد. على كل حال لا تصير ما يعني شادها كذا يا ابو يوسف الله يهديك. الامور سهلات، لكن القريه يا اخواني بعد غياب عبد الرحمن الكليب وباقي المتسابقين تعم والله بفله، تعم والله بلعب بصبع كذا كذا كذا، ما في احد، لا فقرات لا سوشيال ميديا لا متسابقين ولا حد. هنا ناس تتأجل فقراتها، ناس ما تيجي الفقرات. شوف بالنسبة للمتسابقين أنا ما أسمح لك يا أبو حمود تقول فيهم اليوم شيء. ما تسمح؟ نعم. ليه ما تسمح؟ المتسابقين يعني قايمين بشيء يعني فوق طاقتهم، الإيجابية اللي تشوفها والمعنوية العالية والمسرحيات اللي يسوونها والفقرات يعني شيء ترى. طيب هم متسابقين ولا مقدمين؟ لا متسابقين. طيب المتسابقين ما يقدرون يقومون بدور المقدمين، المقدمين وين المقدمين؟ هذا السؤال. تعرف أنا بديت أشك بشغلة. وش هي؟ أنا أقول المتسابقين لا يكون بعطيني إجازة لكل المقدمين وإحنا ما حد بلغنا. المقدمين كلهم اختفوا يا رجل. المشكلة أن أحد المتسابقين يقول إحنا عندنا خبر أن الفقرة تكنسلت. أنا لوني داري ما جيت اليوم، ما حد داري أصلا أني غبت. ما حد درى عنك؟ ما حد درى. يا فقرتنا كلها لو أن غبناها ما حد درى عنها. المشكلة أنا أبغى واحد من المتسابقين الأربعة، أبغى واحد عنهم ولا أبغى واحد منهم عنده القدرة الكافية إنه يدافع عن المتسابقين ولا يدافع عن المقدمين. أبغى المتسابق اللي قال لي إن المتسابقين أو المقدمين يمكن عندهم سبب ولا عندهم عذر، أبغاه إذا عنده جراءة يجيني في الكوفي شره. يعني ما منطقي حنا نجادل المتسابقين ولا نجادل المقدمين ولا نجادل الإدارة ولا نجادل السوشيال ميديا. والله تعبنا يا أخواني تعبنا. انت واحد من المتسابقين قال لك انه جاهم خبر بالغاء الفقره؟ جاهم خبر. طيب انا اوكي، المتسابقين جاهم خبر، الجمهور ما جاهم خبر؟ ما جاهم خبر. احنا ما جانا خبر، احنا ما جانا الكل. طيب ما جاء خبر، حساب القناه ما بلغ ولا اعلن ولا ظهر شيء على الشاشه. الكل قاعد يسال ما هو مصير شكل انقاذ هذا الاسبوع. لنا الله يا فقره خذها كاش يا رجال. شوف لحد الان يتسحبون، اقول ابغى واحد من المتسابقين واحد يدافع عنهم كلهم ولا عن المقدمين؟ ما فيكم احد يعني إذا الحين ما في أحد بيتكلم عن المقدمين خليتوهم ترتوبهم يعني. ترى أنا أنصح ما حد يجي، لأن اللي بيجي صراحة أنا اليوم يا أخي أنا والله أجلد يا أبو يوسف اليوم. أنا إذا جاء أحد بيدافع خليه يجي. عن المقدمين ولا عن المتسابقين؟ عن القناة بشكل كامل، عن إدارة القناة. عبد الرحمن الكليب سافر ما وكل أحد في المهمة. إذا هو وكل أحد في المهمة يا عبد الرحمن نبلغك إنك الشخص اللي وكلته بإدارة القناة في غيابك ما قاعد يداوم، ما في احد في القناه يعني. الى الحين فقرات ما درينا وش علومها. والله انه صادق احمد ملا، تبون الصراحه انا قلت انا شده والله انا في حقه. الفقرات وش علومها؟ من اللي فيكم يشرون؟ اعطوني اللي فيكم يشرون، اعطوني اياه. منو اكيد انس. عطنا توند ولا عليك امر يا مشعل. ما منطقي يا اخي. الله اكبر يا اخي، سبحان الله. هذول المقدمين قلنا متسابقين لأنهم متسابقين، أنتم من المقدمين وش عذركم يا أخي؟ تعال الله يهينك أد فقرتك يا أخي، حتى لو ما فيه إلا أربعة عادي يا أخي، ترى الشاشة لها جمهور. هذا حنا خذها كاش نجي كل يوم ونأدي فقرتنا وندري ما فيه إلا أربعة متسابقين عادي، ترى الأحداث واجد ترى. يعني ما نجي إلا عشان مشكلة؟ ما منطقي يا أخي. تعال يا مقدم والله يهينك وقم فقرتك أو اعتذر أو صرح أو علم السوشيال ميديا ذا اللي راقد اللي ما درى عننا ولا عن فقرات البرنامج هذا. يا أخي البرنامج هذا للنسيان، البرنامج هذا أذكركم إنه للنسيان. ما في أحد راح يذكر البزنس 3 نهائياً.
تذكر ليلة اللي قبل يسافرون لما أنت كنت تقول أطالب بإلغاء الرحلة إيه؟ تذكر؟ أيوة. مين غرد في تويتر يومها؟ من؟ أحد المقدمين وسوالنا منشن إحنا الثلاثة، جاء قال يا جماعة خلي يسافرون نبي ناخذ إجازة. الريان ريان أصلا ما داوم يا رجال عشان يأخذ إجازة، هو ما أخذ إجازة طول الوقت. حتى أنا علقت قلت له تيجي يوم وتغيب ثلاثة وتبي إجازة، وماخذينها إجازة المقدمين. عشان كذا قاعد أقول هل صدر قرار من المقدمين إجازة الأربع أيام هذه؟ جدية. يا جماعة تصدقوا من يوم بدأت فقرتنا إنه ما منا ولا واحد غاب، ما حد منا غاب، تدري ليه؟ لذلك أنا بغيب بكرة. لأن الدوافير يسمونا. أنا بغيب بكرة. الجمهور مسمينا الدوافير. أنا بغيب بكرة. بعيداً عن إحنا الدوافير، تدرون جمهورنا إخواني وخواتي، تدرون نايف الأكربي عنده رحلة الساعة 4 وحاضر فقرته؟ نعم. رحلة الساعة 4 الإقلاع يعني من القناة على طول سيدة للمطار. يا أخي أنا أهني بالله حد يسوي أهني روح المهنية فيك أهني إخلاص. متى العودة؟ ها؟ متى العودة؟ العودة إن شاء الله. لا تعلمها يا رجل، هذا يبغى وقتها إن شاء الله. ها يعني بكرة أنت موجود؟ لا إله إلا الله، أنا كنت ناوي أسحب عليكم بكرة، شكلك بتكون لحالك. أنا شفت التسيب لليوم. والله أنا بروح الشرقية، ما حد داري. اي انا بصدق دخلت الابلكيشن حجزت. عجبتني الفكره بعد الفقره بركب السياره وبروح الشرقيه. انت بكره تصور يعني انت الشرقيه وانت مسافر شكلي يعني انا ويا الجمهور لحالنا بكره. إيه تعال نعم. بكره مع الشباب ريالتي وفقره خذها كاش. ايوه ومش الليلة تستاهل يا عبد الرحمن. ها الليلة يا ابو ما في اقوى من كذا يا اخي. اثنين من نقاد الفقره او نقاد الفقره اثنين يصرحون انهم جايين بكره. وش بتسوي يا عبد الرحمن الكريب؟ انت في عمان ما حد يقدر يحاسبنا. ما حد يقدر يحاسبك لسبب اللي هو انا جايزي من جايز الاخرين. شكرا لك يا اخي. فهمت؟ تطلب المساواة؟ انا مقدم من نفس المقدمين الثانيين. المقدمين وينهم؟ المقدمين وينهم؟ في فقره امس في الليل ما جات، ما صار، كانت المفروض امس. طيب لم ما شفناها ولم ايضا يعلن ايش صار مصيرها. فقره عز تيك تاك اليوم صالة التميز أعلن في حساب القناة صباح اليوم أنه فقرة صالة التميز اليوم مع مسلط، أعلنوا أن الفقرة موجودة. لما الفقرة يصير الظرف أنا أعرف يصير لأي شخص، صح؟ صحيح. إيش أنا أتخيل نفسي كمتابع ومنتظر الفقرة، ما جات الفقرة، لا حساب القناة أعلن، لا على الشاشة ظهر إعلان، الجمهور قاعد يسأل إيش مصير التصويت، إيش من بياخذ شيك الإنقاذ هذا الأسبوع، ما حد عارف. الأسئلة هذه شيك الإنقاذ والبرايم والمقدمين، يا أبو يوسف المشكلة المقدمين هذولا، هل تتوقع وجودهم في البرامج القادمة حتى هم متسيبين في هذا البرنامج؟ المفروض لا طبعاً. المفروض لا. طيب إذا شفنا أحد منهم في البرنامج القادم جاي ينطلع أمرك يقدم لنا فقرة. إذا وقتها الكليب يصر على استمرارية الفشل. الله عليك، شكرا يا نايف الأكربي. يا عبد الرحمن الكليب لو شفنا أحد من المقدمين أمثال ريان بلوي أو عز الأسلمي أو أحد من المقدمين اللي لم يحضرون لفقراتهم في البرنامج الجاي تراك أن تصر على استمرار الفشل. طيب بما يخص الكوفي شروم يعني يا مشعل، أنا ما أدري هل متسابقين